والآن مع اللعبة سابرينا على جهاز الحركات الأرضية. دبل تشوكهارا مع الثبات. دبل ستريت مع الثبات. حركة البيروت الدوران. هوائية أمامية مع اللفتين والثبات. دبل تك مع الثبات. تنتهي اللعبة على الجهاز الأرضي. الأول على جهاز عرضة التوازن، وتأهلت بالمركز الأول أيضا على جهاز الحركات الأرضية. حصلت على 13.266. درجة صعوبة الجملة كانت 5.5. إذن اليابانية في المركز الأول، بريانا الأسترالية في المركز الثاني، والأوزبكية في المركز الثالث، ولكن ننتظر علامة سابرينا اللي راح تحسم النتيجة والمراكز الثلاث الأولى. طبعا أدت اللاعبة سابرينا جملة بأعلى درجة صعوبة 5.5، انتظر علامة اللعبة. إذن حصلت على 13.6 والميدالية الذهبية الثانية لهذه اللعبة اليوم.